زيرويلاند. هي مش كانت هيروي جو وفابريزيو بيحرق الصفقات على الأندية وكده؟ لا، ما هو طلع في طفل انجليزي اسمه وينر تشيبا عمل اكاونت على تيك توك وبدأ ينزل فيه فيديوهات عن الصفقات. طبعا بابا الشغلانة دي كلنا عارفين ان هو الصحفي الايطالي فابريزيو رومار، واللي مشهور بجملة هيروي جو مع كل صفقة بيعلنها عشان يقلده وينر ويعمل سلوجان هو كمان ويقول زيرويلاند. طبعا زي اي حاجة جديدة، وينر قابلته حملة كبيرة جدا من السخرية على تيك توك بسبب تقليده لفابريزيو، خصوصا مع اعلانه صفقة انتقال وان بيساكا لويست هام. ولكن سبحان الله، الحملة دي تتقلب 180 درجة بعد انتشار الفيديو، وتحولت لدعم من كل حتة في العالم، وبقى في ثانية نجم النجوم. فيديو اعلان وان بيساكا وصل ل 13 مليون فيو، ومعاها اشتهرت الجملة بتاعته زير ويلاند، لدرجة ان في مجموعة من اكبر اندية العالم اعلنت صفقاتها بجملة وينر، ابرزهم صفقة انتقال تامي ابراهام لميلان. طبعا ده غير ان شبكة سكاي سبورتس صاحبة الانتشار الاوسع في اليوم الاخير من الانتقالات استضافت وينر عشان يعلن ابرز الصفقات بجملة